أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في بارك أوميجا. أوميجا بارك من أحد أجمل الأماكن اللي موجودة بالقرب من مدينة جاتينو. زي ما أنتم شايفين هون في الخريطة، أوميجا بارك أو بارك أوميجا لأنه بالفرنسي، حتى السين زي ما انتم شايفينها، بعيد تقريبا حوالي 60 ل 70 كيلو من مدينة كاتينو. في وان هاي واي بروح دايركت ذير اللي هو هاي واي 50. الجميل في هذه المنطقة خاصة للأطفال إنه ممكن يطعموا الحيوانات بإيدهم. زي ما أنتم شايفين الحيوانات بتدخل، إذا بتفتح الشبابيك بتدخل جنب السيارة، بتيجي جنب السيارة بتدخل من جوا الشباك. فبدكم تحضروا معكم جزر، خدوا معكم قد ما تقدروا جزر، 2 3 باجز اوف جزرز. طبعا الولف تقدروا تشوفوهم من بعيد، هم في كيج. وفي بالليل برضو ممكن تقدروا تشوفوا مكان منظر جميل ورائع جدا في الليل، بتشوفوا الحيوانات. غاد بدكم تنتبهوا انه بتعرفوا انه السيارة راح تنظفوها لانه بصير عليها كتير لعاب حيوانات بعد ما في هذه المنطقة اسمها مونتيبيلو، يعني المدينة اسمها مونتيبيلو. فيها ريزورتس أو فندق جميل جدا اسمه فيرمونت شاتو لوريه، شاتو مونتيبيلو. هذا الفندق هو عبارة عن أكبر مبنى مبني من الخشب في شمال أمريكا، كله من الخشب، له حوالي 120 سنة. وهو فندق 5 نجوم او 4 نجوم، صار فيه الجي 20 السابعة 1982. وفي محل شوكولاتة برضو مشهور غاد في مونتيبيلو ممكن تزوروه، ومحل جبنة فرمتاج مونتيبيلو اسمه مشهور جدا. هاي الاماكن ممكن تزوروها في زيارتكم. اعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت.